يا مساء الفل والجمال والصحة والسعادة على حبايبي أحلى الناس في الدنيا، يا رب تكونوا جميعا بخير وفي أحسن صحة وفي أحسن حال. طبعا النهاردة زي ما انتوا عارفين بيكون يوم السبت، يعني يوم الأكلات الخفيفة على المعدة وعلى الجيب، وعايزة أقول لكم بتبقى قريبة جدا 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 من القلب. وصفاتنا النهاردة بتكون حنينة واقتصادية، من غير سمك، من غير لحوم، من غير فراخ، نباتية صرف. حلقة النهاردة حلوة جدا ومميزة، لأني بصراحة محضرة لكم ضيف معايا هيكلمنا على أنواع الغذاء النباتي أو الأنظمة النباتية. عايز أقول لكم حلقة النهاردة هتكون مميزة جدا، بس بعد الفاصل استنوني. وانا كده قاعده بحكي مع زميلي العزيز كريم حاتم، طبعا مذيع صباح الورد ومذيع الاخبار في قناه تين تي في. عرفت ان هو ايه اساسا شخص نباتي، قلت له بس انا مش هلاقي احسن منك يكلمنا بقى عن ليه اتبعت النظام النباتي في اكلك. حاجات كتيره قوي، يعني حاجات كتيره جدا. نورتني النهارده يا كريم أنا والله انا مبسوط جدا اني معاكي النهارده، انا مبسوطه قوي. وعايز اقول لك كمان انه يعني ناس كتيره جدا بتتكلم على موضوع الاكل النباتي الفيجيتيريان او حتى الفيجن، وبيبقى ناس متخوفه انه نوعيات الاكل دي بتبقى ساعات ممكن تبقى غاليه شويه اصلا، المقادير ممكن تبقى غاليه شويه او كده. بس هو ده مش حقيقي. كمان اكتر عن انه هو الاكل ناقص فيتامينات فعلا، وبروتين بالذات. يعني يقول لك انا عايز اشوف البروتين بتاعي اجيبه منين لو انا ما باكلش الاكل اللي هو فيه اللحوم بس او بس انت ما تاخدنيش بقى في الانظمه وكده. لا، واحده واحده بس بالراحه. قول لي انت ايه، من امتى دخلت في النظام اكلك كله يبقى نباتي ونظامك الغذائي كله يبقى نباتي؟ طيب اللايف ستايل بتاعك كله خلاص غيرته؟ طيب بصي، هي طبعا هي في ناس بتاخد الموضوع من ناحيتين، يعني في حد يقولك انا ممكن اخد الموضوع من ناحيه بيئيه مثلا، او في حد يقولك من ناحيه صحيه. أيوة. انا خدتها من ناحيه ان انا لقيت نفسي حابب نوعيات الاكل اللي فيها أصلاً خضار وفاكهه اكتر بكتير قوي من الحاجات اللي فيها لحوم وفراخ. ف يعني بالنسبه لي ما كانش مبدا على قد ما هو كان حب اساسي، الحاجه اللي انا بتذوقها يعني. انا عارفه انت بتعمل اكلك لنفسك، بس يعني انا برضو عايزه اوضح للناس يعني ان أيوة؟ الخبره مش عاليه قوي يعني في المطبخ. لا يعني عشان كده الناس غالبا الناس اللي قاعده بتتفرج مثلا وعارفاني كويس جدا يعني ممكن تبقى مستغربه شكلي في المطبخ دلوقتي. مش كده؟ وهتلاقيني انا وانا بتحرك هتلاقيني التضاريس عندي مختلفه شويه. احنا عندنا يعني كريم اخبار وصباح فورمال. فانا قلت له لا انسى الموضوع ده بقى معايا هنا. يعني احنا النهارده جايبين كريم هنشغله معانا في المطبخ، هيطبخ وهيكلمنا عن كمان الناس يعني ناس معروفه جدا جدا كانت بتتبع من زمان جدا دلوقتي يعني في الرياضه وفي المزيكا بس، وعاشوا حياتهم وقد ايه اثر في حياتهم وطول عمرهم ان هم بياكلوا اكل نباتي بس. صح؟ صحيح. طيب مزبوط. انت عارف احنا هنعمل ايه النهارده؟ هنعمل بس مبدئيا طيب، واحنا كده بنحكي حكاوينا، هنعمل النهارده زي ما قلنا اكل نباتي. هعمل النهارده شويه، بتحب المكرونه؟ شخص مكروني؟ طبعا، ما المكرونه بقى عنصر اساسي في الدايت بتاع اي حد ما بياكلش لحوم او فراخ، لانه المكرونه فيها طبعا النشويات ومهمه. وبعدين فكره كمان الواحد الاوبشنز مش كتير، فالمكرونه نفسها ممكن تعملي منها بقى اوبشنز كتير. انا شخص جداً مكروني بقى. بعيدا عن هي ايه فوائدها، بس سباكيتي ولا مكرونه المقصوصه؟ يا سلام. بس بص انا طبعاً اكتر حاجه بس انا عندي مختلفين عندي في البيت فبيحرموني اعملها كتير، بس انا اصلا بحس مع ان العجينه واحده بس بحس السباجيتي كده ليها طعم تاني والله. وفي ليها متعه في يعني طريقه الاكل، يعني انت صح تلف بقى وكاني تقعد تشرشر وكده. طب احنا النهارده البتنجان بقى، بتنجان انا عارفه برضو في اللايف ستايل بتاع الناس النباتيين بيكون البتنجان عليه عامل كبير. لا، انا البتنجان فيه كميه فيتامينات وفي كميه فوائد وبعدين برضو جداً.
انا بحس ان هو يدخل في حاجات كتير قوي. سلطه تلاقي، بابا غنوج دلوقتي بيحطوه على البيتزا اصلا. آه. ومكرونه بقى، مش عايزه ادقته مع المكرونه قبل كده؟ لا هندوق لك هندوق لك. طيب تعالى قول بس مقاديري عشان نشتغل على طول. احنا هنعمل ايوه كده، خد راحتك كده. احنا هنعمل النهارده رول باذنجان بالسباجيتي. ماشي. هنحتاج مكرونه سباجيتي، بصل مفروم، صلصه، طماطم بيوريه، وشويه ميه. وهنعمله بقى بيه كمان صوص الفلفل المشوي الاحمر. آه. خطيره، بتبقى حلوه جدا في المكرونه. فلفل حراق يعني؟ لا، الفلفل الرومي الحلو بتاعنا. آه. الفلفل الحلو الالوان. آه. هنشويه، وملح وبهارات مشكله. خلاص، ويا سلام بقى لو كانت بهارات ايطاليان، يعني البهارات الايطاليه. آه. تبقى حلوه بقى جدا مع المكرونه عشان باستا. ايوه. وكمان قطعنا البتنجان شرايح وقليناه بس، او ممكن ندخله مع رشه زيت زيتون بسيطه جدا الفرن ونقلبه. أوكي. انت بتاكل اكل صحي نباتي ولا ما بيفرقش معاك؟ نشتغل بقى. وموتزاريلا، استنى ونقول صوص الباستا. آه. بقى في جبنه موتزاريلا. الصوص المكرونه هنعمل ايه؟ طماطم والفلفل المشوي، وهنحط لها شويه كريمه حلوه جدا، او طبعا نستغنى عنها بشويه لبن مع معلقه دقيق وشويه ايه جبنه كريمي برده، هتدينا حلو جدا. وبهارات ايطاليه وزعتر، تحب قوي الزعتر مع المكرونات. الزعتر نعم يا استاذ، اللي دايما بنحبها على اي حاجه، على اي حاجه. وعلى المكرونه كمان بالذات، انا بحبها على المكرونه. طيب انا كنت سالتك سؤال. انت بتاكل اكل نباتي صحي ولا ما بيفرقش معاك ان هو يكون صحي بس هو شرط يكون نباتي؟ بصي، هو بنسبه كبيره دايما الاكل النباتي عاده بيبقى اكل صحي اصلا عاده. بصي، انا برضو عايزين نفرق برضو للناس بس إنه لا، عايز اقول لك يعني انا بالنسبه لي عشان مكرونه الاكل النباتي مقلي مقلي لا ما يعني خلي بالك من حاجه، البتنجان. ما خلي بالك من حاجه، في ناس مثلا النباتي الصرف ما ياكلش مثلا ولا زبده يعني ولا جبن. ما انت قول لنا بقى. فهي هو في برضو نبات، في انواع. من الانظمه الغذائيه النباتيه بالظبط ايه وايه؟ في حاجه اللي هي اسمها الفيجيتيريان. ايوه، ده اللي هو ممكن يبقى بياكل منتجات حيوانيه بس ما ياكلش لحمه وفراخ، وممكن ياكل برضو سمك يعني في بعض الاحيان. انما النباتي اللي هو الفيجن ما ياكلش منتجات حيوانيه خالص، يعني حتى الجبن والالبان، الزبادي، الزبده، ما ياكلش ابدا الحاجات دي خالص. خالص ولا بيض ولا لبن ولا بيض ولا لبن ولا جبن. تمام. بيعوض بقى الحاجات دي بايه؟ ايوه، هي دي بقى النقطه اللي معظم الناس بتبقى يعني اعرف بقى بتسأل بيعوضها فيها. بايه؟ طبعا اهم اكله ويمكن حاجه بقى الناس كلها تنبسط منها. اهم اكله عند اي حد نباتي الفول. ده عشقي الفول. اولا في كميات من البروتين عاليه جدا جدا جدا. تاني حاجه هو يعني نقدر نقول ان كريم عايش على الفول يا جماعه. الفول والعدس الاسود. الفول العدس الاسود ده بقى ليه شويه وصفات عندي. بطلع منه وصفات لا تتخيلها. العدس الاسود بديل مهم قوي كمان للبروتين. انت بتنزل الجيم؟ يعني مش بالشكل. بحاول عادي. كلنا يعني الاسئله كلنا المحرجه دي. كلنا يا كريم بندفع الاشتراك وخلاص. انا بدفع الاشتراك. بيشوفونا بعد كده. الصراحه انا بدفع الاشتراك وفي ميعاده يعني. كل شهر لازم ادفع. ما شاء الله ملتزمين في الدفع. اذا كان كده نيجي نروح بقى. مفيش. طيب كمل معاك. الرياضه على فكرة حاجة مهمة جدا في مسألة برضو ان انت تتبع نظام غذائي صحي ومناسب. هي في كذا حاجة، عارفة فيفيان، في الناس اللي هي فعلا معروف عنها ان هي صحتها كويسة او عايشة حياتها بصحة كويسة وعندها نشاط وحيوية وكده، تلاقي ان هم نظام غذائي والرياضة والاتنين بيساعدوا بعض على حاجة بقى مهمة جدا اللي انا اكتشفتها، تنظيم المواعيد بتاعت الاكل. يعني ان انت بتاكل قبل ما تنزل الجيم بالظبط، وتاكل ايه بعد ما ترجع من الجيم، والمواعيد تبقى ثابته. يعني المواعيد تبقى ثابته. ده حقيقي. يعني انا هحكي لك على حد. لا اتفضل. يمكن احنا مش هنتكلم على نفسنا في موضوع الجيم، احنا هنحكي على الناس. نتكلم على ناس فعلا بتروح. بس انا هحكي لك على حد مش جيم ولا حاجه. الملكه اليزابيث اللي هي اتوفت الاسبوع اللي فات. طبعا. تمام. طبعا الملكة اليزابيث الناس كلها عارفة دلوقتي، بدأت تقرأ عنها ان هي عاشت 96 سنة.
عمر تاني. 96 سنة. أيوة. هي طبعا الأعمار بيد الله. طبعا. لكن في 96 سنة عمرنا ما سمعنا خبر انه مثلا الملكة إليزابيث جريوا بيها على المستشفى. أصلا؟ او عيت مثلا بحاجة او حصل لها مشكلة. عمرنا ما سمعنا حاجة زي كده. يمكن هي من سنة حصلت بعد الكورونا حصلت شوية مشكلات كده ان هي خدت كورونا وقدرت ان هي تتعافى منها. وهي سنها كبير. وسنها كبير. حصلت وجوزها مشكلة كمان. وجوزها برضو يعني توفى السنة اللي فاتت كان قرب على 100 سنة. بالظبط. عندهم كان نظام غذائي في التزام غير طبيعي. بايه بقى؟ مش هتقول لي ايه؟ لا استنى بقى عشان الحدوته دي المواعيد. لا الحدوته دي انا عايزه اسمعها بس على روقان. ايه رايك نسمعها بعد الفاصل؟ نطلع فاصل. ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه معايا زميلي العزيز الاستاذ. الاستاذ بتحب الاستاذ حسيت البدله دي وحسيتني لازم اقول الاستاذ يا كريم. انا هنلبس الجوانتي دلوقتي. خلاص يا جماعه بقول له بص بقى يا كريم انا عملت شويه بتنجان حشيتهم ايه مكرونه وانت عليك الدور. قال لي ايه ده يعني حشيهم زي المحشي؟ قلت له كريم هو انت عمرك حشيت محشي؟ قال لي لا. قلت له ما انا عرفت ازاي؟ شكله زي المحشي. شكله زي المحشي. بص طيب وكريم بيعمل اتنين سايبه لك اتنين بس. شفت انا عملت مجهود ازاي جبار؟ انا عملت ايه؟ البتنجان حطيت فيه شويه مكرونه. شويه مكرونه ولفتيه. ولفيته ورصصته هنا وهنعمله رصاص ونرش عليه شويه ايه؟ جبن وندخله فين؟ الفرن. الفرن. بص هو يمكن تبان للناس طب وليه الغلبه دي؟ ما انا اوسع لكم كده ليه تبان للناس الله عليك وانت بتلف البترول البتنجان. ده انا مش اي حد يرول. ده انت هتبهرني. لا بص تحس الجوانتي دكتور لابس جوانتي. يا جماعه مش اي حد يرول. والله. طب ايه رايك؟ طب حلوه حلوه جدا على حلو. فكره اللي بعدها بقى خد شويه مكرونه واشيلها تاني علشان ايه اعرفوا يشوفوا. كمل لنا بقى حكايه الملكه. كنا بنتكلم بقى على ايه؟ النظام الغذائي للملكه الراحله اليزابيث الثانيه. حلوه الثانيه دي صح؟ جدا. طيب. لا والثه. الفكره ان هي كانت بتفطر او قبل الفطار بتاعها الحقيقه كانت اول ما بتصحى ايوه بتاخد شاي وبسكوت. طبعا الانجليز الشاي عندهم يعني اعظم من النسكافيه والكافي والحاجات دي. يعني يحبوا الشاي اكتر مننا كمان اصلا. دي معلومه اول مره اعرفها. لا الانجليز يعني معروفين قوي ان هم يموتوا في الشاي. فهي كانت تصحى تفطر تاخد شاي وحته بسكوت صغيره. تمام. وبعد كده بعديها بساعه ونص والمواعيد دي ما فيهاش لا يعني بيقولوا عليها ساعه ايه يعني في ساعه كده اللي هي ساعه الصفر. لا ساعه اللي هي اللي بلد كده جرينتش يعني؟ ايوه. لا ما هي يعني هي مظبوط قوي اسمها ساعة ايه؟ هي بنظبط كلنا على ساعة جرينتش يعني. ايوه هي دي. المهم ان هي ده بتتكلمي على بيج بن. ايوه ساعة بيج بن هي اللي احنا طبعا ده ساعة بيج بن اللي هي بتبقى مظبوطة هي ساعة بيج بن بتتظبط على مواعيد بس الملكة هي دي اصلا كمان. طبعا. المهم ان هي بعد الشاي والبسكوت بساعة ونص ايوه بتفطر. بتفطر ايه بقى؟ بتفطر حاجات يعني الفاتس فيها قليله والكاربس فيها ممكن عاليه شويه. عندي التوابل قول تاني. الفاتس فيها قليله والكارب عاليه زي شوية. ايه معلش يعني بتفطر البيض. ايه تعرف تفطر أوكي. ممكن تفطر بيض بتوست. بحب التوست جدا كتفطر توست. ممكن ساعات سلمون على الفطار. فده كان الفطار بتاعها اليومي. تمام. وبعد كده بتتغدى الساعه واحدة وهي ما كانتش نباتيه يعني هي كان بتاكل ممكن تاكل لحوم وتاكل فراخ طبعا اصلا بس مش اللي هي بتاكل بكميات كبيره. ومع ان يعني هي عندها عز اساسا يعني عندها حاجات يعني هي مش دي بقى النقطه كمان بالظبط اللي هو مش ان هي مثلا عشان ناس كتيره جدا بتتكلم انه مثلا المقادير بتاعه الاكل الصحي غاليه علينا قوي جدا ولازم اروح السوبر ماركت ادفع مش عارف قد ايه علشان في الاخر اجيب حاجات بتكفيني يومين. انما الحقيقه مش كده خالص. انا دايما ما بقول هي بتصرف في الاكل كتير ملك ما هو باين اهو دي كانت بتفطر انت قلت شاي وبسكوت وبعدين بسكوت وممكن بيض وبعدين بتفطر تاني حاجه فيها الفاتس قليله والكارب عاليه. الغدا بقى الغدا الساعه واحدة
ممكن تاكل حته لحمه او حته فرخه مسلوقه وممكن يبقى معاها حاجه نشويات، يعني ممكن يبقى معاها مثلا رز او اي عيش مثلا صغير. طب استنى، طيب نشغل الخلاط. لا دي مش الخلاط، امال ده ايه؟ دي الكبه. هنشغل الكبه. عارف احنا حطينا فيها ايه؟ حطينا ايه بقى؟ قول. احنا حطينا الطماطم. انا بختبرك. ما انا مركز معاك. حطينا عليها الطماطم. ايوه. وحطينا الكريمه. ماشي. وايه تاني؟ وحطيتي التوابل. وايه تاني؟ والتوابل دي كانت ايه؟ التوابل بهارات ايطاليه وزعتر. حطيت حاجه مهمه بقى. ثانيه بس ما تقوليش. ماشي. هنسيبه يفكر لحد ما اضربه. مش عارف. بعدين مش باين. ايه ده؟ فلفل مشوي. الفلفل. مش احنا قلنا عمال اقول الفلفل فين؟ الفلفل فين؟ بس ده كان سؤال تريكي. شفت؟ عشان الطماطم حمراء والفلفل احمر فانا ما شفتش ما خدتش بالي. ما هو انا بقى دي ايه بقى؟ حلو قوي. لا لا وريحتها تجنن. طعمها حلو جدا. يا جماعه بجد فعلا. بص اي حاجه مشويه بتدي طعم للاكل حلو قوي. يعني شويه الفلفل المشوي دول ما اخدوش معانا وقت خالص، بس عايز اقول لك بتفرق في الصوص المكرونه جدا. لا والحاجات المشويه كمان بقى صحيه طبعا اكتر بكتير جدا من اي حاجه مقليه. يعني بتحافظ دايما طبعاً. على ما بتفقدش. طيب كملي. طيب. بعد الغداء عندها طبعا الافترنون تي. ايوه انت قلنا بتتغدى ايه؟ ما قلتليش. احنا قلنا بتتغدى عادي. بتتغدى عادي. حته فرخه مسلوقه لا عادي. الساعه 1 تمام. بعد كده الافترنون تي. ايوه. تشرب برده الشاي وبعد كده العشاء بتاعها ممكن يبقى عشاء عادي. بص بقى دي حته ايطالي بقى. وريني بقى الحته دي. حته ايطالي. هو عايزه مناديل يا سعيد. الكاميرا جايه كويس علشان بس تبان. ادينا واحده نصرت كده. ايوه والله. يعني تحسوا ايه؟ يعني الدكتور داخل المطبخ. قول لي يا كريم. كنت اقول لك قول لي حته. قول لي يا كريم، هو انت لما كنتش طلعت مذيع كنت عايز تطلع ايه؟ حلو السؤال ده قوي. انا هقول لك على حاجه. اتفضل. احنا اصلا عايزين نعرف انت خريج ايه. لا لا عشان اعرف انا خريج ايه. لا لازم. لا لا ابدا 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 ابدا. قول لهم. لا 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 ابدا. طب بس انا هقول لك فعلا انا كان نفسي ابقى ايه. لا الاول قول لي. لا لازم اقول لك انا فعلا كان نفسي ابقى ايه. السؤال ده عايز ايه؟ لا 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 يا جماعه خريج الايسي. في ناس بتحرج بس. لا انا هقول لك انا فعلا كان نفسي ابقى ايه. وحاجه من الحاجات اللي يمكن عشان دراستها في مصر مش كتيره قوي. ايوه. ما عرفتش اعملها. يعني انا كان نفسي ابقى رائد فضاء. والله انا بحب قوي قوي علم الفضاء والفلك. طب معلش ليه ما سافرتش بره؟ لا ما جاتليش الفرصه ان انا اسافر. وطبعا هي حاجه هنا طبعا احنا ما عندناش لسه يعني الناس حتى اللي موجوده. واحنا حتى يمكن في برامجنا هنا في تن وفي صباح الورد يمكن بنستضيف واستضفنا كذا حد اللي هو عمل انجاز انه فعلا قدر انه يشتغل في المجال ده. لكن بيبقى عاده سافر بره. احنا يمكن عندنا هنا رش الدنيا مش عايزه ادخلها لسه تخرج لين. ايوه اذا اتوصى جبنه دي وكمل. ولكن يمكن لسه ما انتشرش قوي فكره ان احنا يبقى عندنا علم لدراسه الفضاء ورواد الفضاء وكده. كان في شويه كورسز. مش يا جماعه مش قادره. مش قادره بس. بس دي كده دي مش الطريقه. مش الطريقه الايطالي. ايوه ده الايطاليين لو شافوا. ايوه كده بقى. بص بقى كريم لما دخل شويه في المطبخ. بص بقى لما بقى بص نزلوا بي. لا والله تسلم ايدك. اللي بقى رشه زعتر كده على الوش. رشه زعتر كله برضه صح؟ لا مش كله. مش كله؟ بالعقل احنا بنحط حاجه. ايوه ايوه يا سلام يا سلام. مش عارف الكاميرا جايباني كده. لا جايبه كل حاجه. طيب وبعدين يعني طب انت ايه اللي خليك تسيب المجال بتاعك؟ ولازم تقول انت خريج ايه وكنت بتشتغل ايه لو سمحت. لا انا الاسئله هنا اجباريه. لا لا انا طول عمري بشتغل في الميديا. انا بحب اضغط على الناس. طول عمري بشتغل في الميديا الحقيقه. انما انما تعرف انا عايز اقول لك على حاجه. انا يمكن دي اول مره اطلع في برنامج قضيف. واول مره اطلع في برنامج طبخ. يعني
هتساعدني؟ اساعدك والله. طب هات لي طاسه. انا عايز اقول لك على حاجه بقى. انا طول عمري وانا بتفرج على برامج الطبخ وبتفرج عليكي كمان بقى بس بتفرج على برامج الطبخ وانا صغير اصلا ببقى عايز اعرف الحته اللي تحت دي اللي دايما إيه؟ بتجيبوا منها الحاجه وبتحطوا فيها الحاجه شكلها ده. عامل ازاي اهي زي ما طول عمري وانا بتفرج على التلفزيون اتفرج على برامج الطبخ ببقى نفسي اعرف لما تلاقي حد يطلع حاجه وكبيره يعني. كبيره دي بص دي الاستورج بتاعتنا ولازم يكون عندنا فيها كل حاجه وتكون اقرب حاجه لينا احنا بنحتاجها تكون تحت ايدينا. هتلاقي الكاتل هتلاقي الحاجات اللي هي اللي انا بستخدمها كخلاط كبه الحلل الطاسات الصواني الاطباق طبعا غير بقى ان عندي هنا كمان. وبالمناسبه يا جماعه انا عايزه برضو يعني احيي هاني ميكس هي اللي عامله المطبخ ده بالاستورج واتصلوا بيا وسالوني انت عايزه ايه وشكله يبقى ايه ايه اكتر حاجه بتعاني فيها في المطبخ القديم قلت لهم كذا فوسعوني المنطقه دي جدا وفعلا ملوهالي حاجات اقدر احط فيها حاجتي كلها اللي هي تبقى قريبه مني فعلا فيها كل حاجه شايله كل حاجه كل حاجه عايزه اقول لكم فانا كده فعلا من كده انا عرفت بالمناسبه فعلا لازم فعلا اشكر هاني ميكس على التصميم ده وعلى رؤيتهم حتى في قبل ما يصمموا الحاجه يشوفوا انت ايه اكتر حاجه عايزه تبقى في المطبخ. هنقول الوصفه الثانيه ونكمل حكاوينا. تحب المشروم طبعا بالنسبه لك ايه المشروم بقى وانت اساسا نباتي؟ المشروم يا جماعه يعني كميه الفوائد اللي فيه الناس بقى كنت بتتكلمي على الناس اللي هي بتروح الجيم الناس اللي بتحب تلعب حديد بتحب تلعب رياضه كتير تيجي نعملهم هنا واحنا بنتكلم دايما تاكل مشروم. المشروم مهم جدا لبناء العضلات بروتين طبعاً. رائع وفوائده كتير جدا في كل حاجه مش بس بروتين. طيب هقول لك بقى الوصفه دي ونعملها مع بعض. هنعمل مشروم هنشويه كده ونعمل له صوص تحتيه بالزبادي اليوناني. طبعا انت عارف الزبادي اليوناني بيكون فيه بروتين اعلى من الزبادي العادي والفات بتبقى اقل من بس مش كل الانواع يا جماعه خلوا بالكم يعني اقروا الـ 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 الحاجات المعلومات الغذائيه اللي في ظهر كل زبادي يوناني عشان في انواع بتبقى عادي جدا الفات فيها عاليه وبروتين زي اي بروتين تاني. اللي مثلا فيها الزبادي الفواكه مثلا بيبقى زبادي يوناني ده سكر طبعا عالي فاحنا هنستخدم هنا زبادي يوناني عشان احنا بنتارجت ان دي يكون فيها بروتين عالي. ماشي طيب أوكي. هنعمل ايه بقى؟ معانا مشروم مع اتفضل لا لا انا بسالك والله ابدا انا بسالك ابدا انا براجع وراكي بس اقرا معانا مشروم وزبادي يوناني معانا ايه تاني؟ معانا مشروم زبادي يوناني معانا بهارات ايطاليه كمان وتوم ملح وفلفل اسود والبابريكا المدخنه وبقدونس والمشروم بتاعه بصل وتوم والمشروم وزبادي يوناني بقدونس وادي البابريكا والبهارات الايطاليه وملح وفلفل اسود. ماشي انا بحب اسخن جدا هنا عندي الطاسه وهدي الاول المشروم كده بالزيت زيتون بزيت زيتون. عايز اسالك على موضوع التسخين بزيت الزيتون ده في ناس كتيره جدا تقول لك يا جماعه ما تطبخوش بالزيت الزيتون ما تحطوش الزيت الزيتون على النار. انا هقول لك الزيت الزيتون اصح حاجه تتحط على النار واصح حاجه تتاكل في الاكل. ليه بقى؟ ليه الزيت الزيتون البكر الممتاز اللي مصنوع على المعصور على البارد معصور على البارد وبكر ممتاز ده تحطه على النار وانت مطمن خالص نقطه الاحتراق بتاعته 285 تقريبا خلاص. البابريكا عامله شغل الريحه يا جماعه هنا تحفه احنا بن... الريحه تحفه الزعتر كمان اصله بالظبط البهارات الايطاليه خلاص. فهو نقطه الاحتراق بتاعته عاليه جدا مش قليله. الجزيئات اللي ما بينه بتتفكك بسرعه بس عايزه اقول لك ان مثلا في اليونان وفي المغرب هم لو هيستخدموا للقلي واصح حاجه للقلي وبعد دراسات زيت الزيتون زيت الزيتون اللي احنا هنا لسه بنخاف نحطه هنا زيت الزيتون بالنسبه لهم. عايز اقول لك المغرب شعرهم عامل ازاي زيت الزيتون مفيد للبشره كل حاجه كل فيتامين ه وفيتامين الف ومليان فيتامينات ده غير ان هو بيمشي يعمل كل حاجه صح. يعني ايه؟ يعني معدلات الكوليسترول عندنا ضرر وعندنا نفع. عندنا الزبده والسمنه والحاجات دي بتعمل ايه؟ بتعلي كل معدلات الكوليسترول اللي في الجسم ضرر نفع بقى هي ملهاش علاقه ماشي.
الدهون اللي في الزيت زيتون هي مفيده بالظبط، يعني مش دهون مضره بالظبط، هي دي. لكن عندك الزيوت النباتيه بتمشي تعمل تقلل كل زيت الزيتون الوحيد اللي بيمشي يعمل ايه؟ يعلي النافع ويقلل الدهون. عشان كده بقى يقول لك فكره الاكل بره، لانه معظم الاكل بره معظمه بيبقى معمول بالزيت النباتي يعني، فعشان كده يقول لك ان هو مش لا ده مش هو صحي خالص. الاكل اللي بره معمول من اسوأ انواع الزيوت. هي دي بقى دي المشكله. ونخلي بالنا بقى ان احنا لو عايزين نتبع نظام غذائي صحي، موضوع الاكل بره ده يعني لازم مش بس يتمنع، يعني ما نفكرش فيه انت خالص. انت بتاكل يعني بره ايه يا كمان؟ لا بره قليل قوي خالص يعني قليل قوي. بس يعني انا بحاول دلوقتي ان انا كمان حتى الحاجات اللي هي مثلا فيها، لان انا ممكن اكل سمك، فالحاجات اللي هي فيها سمك برضو احاول انه يبقى دايما حد جايبه في البيت بيعمله كده، يعني دايما نقلل فكره ان انا اروح اكل بره، مش بس عشان الاكل يبقى دسم او الاكل فيه مواد مش صحيه، لكن طريقه عمل الاكل نفسها بتبقى احنا الواحد تفرق مش جدا عارف. احنا عارفين احنا عاملين ايه بالظبط، الحاجه يعني مغسوله كويس، بالذات الخضار والسلطات. يعني يقول لك طب انا هطلع اكل بره هاكل سلطه، بس انت ما تعرفش السلطه دي مغسوله ازاي، غسلت كويس ولا لا. ده احنا بنغسل الحاجه في البيت ونفضل حاطينها في خل وسكر ومش عارف ايه لا بالزبط. يعني الحاجه برده ما فيش مانع ان الوقت للتاني برده نشبرق على نفسنا الاكله يعني بره، ممكن بس مره كل الوقت، كل اسبوعين مثلا بالظبط، مره كل 10 ايام لو انت خارج مع يعني خارجين في حته ممكن بس نحاول نقلل على قد ما نقدر فكره انه انا ابقى قاعد في البيت وباكل واطلب دليفري. يعني لا انا عندي أنا الفكره زهقان. دي ممنوعه خالص في البيت. ايه رايك؟ ايه يا جماعه؟ في لا وبعدين عملته وهي قاعده بتتكلم معايا وانا يعني مش واخد بالي، وبعدين فجاه خلص معايا. انا بحب المشروم، بحب بس ايه عارف اللي هو ما بحبش ادبله قوي، بحب يكون لسه فيه الروح كده والطعم بتاعه متبل الطبيعي. بقى ممكن تدوق على فكره، يعني احنا عادي جدا، احنا سامحين انا باكل مفيش اي مشاكل وانا عشيش ندوق يعني طبعا. طيب ندوق بالصوص بقى كمان الزبادي، حطيت له بس شويه بابريكا شويه بهارات بالزبادي كده، عارف طبق لذيذ وخفيف ما خدش وقت. ده مقبلات جميلة والله، انا بالنسبة لي ده انا ممكن اكله ممكن جدا، ممكن يبقى طبق اساسي طيب نعم يا استاذ حاضر. طيب اجيب لك حاجة نحط عليها هناك كده و اتفضل. ايوه احطه هناك، ايوه حط دي، ايوه حط ده عليها، ما شاء الله ابننا بيعرف يسرفس ما مش ممكن الواحد ما شاء الله. طيب يا كريم هنكمل الحلقه، اطلع لنا بقى فاصل، نطلع فاصل وبعد كده نرجع لكم تاني مع فيفيان. استنونا. واضح يا جماعه اللي كل بيحب الاكل النباتي بيحب الفلفل الحامي. لا ده الفلفل الحامي ده مشكلتي في الحياه. اول ما جبت طبق الفلفل ده كريم راح قال لي الله الله، لانه مشكلتي في الحياه يعني، لانه يعني برضو الشطه كتير مش حاجه كويسه قوي. بس انت بتحبه؟ انا احبه جدا. هو ما تعرفش تاكل من غير؟ لا يعني لا اعرف اكل من غيره، بس يعني انا بقى ما اعرفش اكل من غيره، لازم شطه. ما اعرفش ما بلعش الاكل يعني، عارف اول ما احب اعمل بقى دايت وخس امنعه تماما من البيت، نفسي بتتسد خلاص عشان تقليل الاكل بجد والله. احنا عندنا نطلع بقى، احنا هنستعين يا جماعه بالاستاذ كريم هيطلع لنا طاجن المكرونه. مش اي حد يطلع طاجن لا طبعا، امال ايه. عايزه اقول لكم ريحته تجنن ويعجبكم قوي. بصوا بصوا بصوا، لا حاجه تانية. ممكن نحطها بقى هناك على البورز دي. الله الله هي الله. بس انا عايز اسال الاستاذ المخرج جاب المشيه دي كلها؟ لا لا امال ايه. بص بقى بص شكله عامل ازاي. لا مخرجنا النهارده يعني الريحه يعني كمان، استاذ صفت مظبطنا الريحه كمان، الريحه رهيبه الله يعني علشان انت حطيت ايدك فيه. لا والله تسلم يا كريم ايدك. لا والله. تسلم ايدك بجد، ربنا يخليكوا. لازم تدوق دي، هطلع لك برده امال ايه. وهقول بقى الوصفه الجايه ايه. انا نستنى تبرد شويه بس. بصوا بقى هيورينا
استاذ صفوت البقبقه. لا ازاي استاذ صفوت هيورينا، خليك هيورينا البقبقه والحركات وايه بقى. بص بقى، بص الموتزاريلا. اه الله. لا الطليان يا جماعه بيتعلموا مننا، بيحبوا الحياه. لازم يجوا يتعلموا ازاي يحبوا الحياه. بص بقى المكرونه. إيه؟ يا جماعه شفتوا المكرونه وهي طالعه كده من الموتزاريلا وهي بتشد كده؟ معلش لو سمحت سيبها تهدى. اكون قلت الوصفه، الوصفتين جايين ايه وعلى طول ايه نشتغل. اوكي. انت بتحب التونه؟ بحب التونه. فمره كنت عامله هنا تونه كانت خطيره. اه وقلت له استنى يا كريم انا لازم ادوقك. احلى حاجه يا جماعه انه الواحد يبقى مثلا طالع هوا بعد فيفيان او طالع هوا قبل فيفيان علشان ايه يتغدى. استنى يا كريم انا ليك عندي سندوتشات هتعجبك جدا. بعد ما ده قال لي معلش هو ايه الصوص ده؟ انت عاملاها بايه؟ هقول لك. صح كويس انك فاكره فعلا. قال لي تحفه جدا، ايه الصوص ده؟ هقول لك بقى. احنا هنعمل ايه؟ هنعمل اقول لكم فلفل الوان هحشيه تونه. التونه علشان تتحشي يا جماعه ما بتحتاجش حاجات كتير، بس التونه بتبقى اطعم باضافات. زي ايه بقى؟ تعالوا اقول لكم. هحتاج فلفل الوان اصفر احمر اخضر اللي عندنا، فلفل حار طبعا ماشي، وكمان هحتاج فلفل الوان معمول انصاص، وبصل اخضر، زيت زيتون، ملح وفلفل اسود، كمون، عصير ليمون، ومايونيز، وثوم مفروم مضرب. تاني فلفل الوان اهو احمر واصفر، لو عايزين اخضر كمان مش هيقول لا، وعلب تونه بالعدد اللي انتوا عايزينه، وفلفل حار، وفلفل الوان بقى مفروم اصفر واحمر واخضر لو عايزين، بصل مفروم كمان بيطعم قوي قوي يا جماعه، التونه، وزيت زيتون، وزيتون مفروم، وملح وفلفل اسود، وكمون، وعصير ليمون، ومايونيز، وذره. اول حاجه بقى انا بحب جدا اروح منزله شويه الزيت كده واروح حاطه الثوم، بس اقلبه تقليبه حلوه، واقلب التونه تقليبه حلوه. بتاكل تونه كتير بقى انت؟ التونه لان التونه فول سهله. وتونه لانه سهله. فول وتونه كده. فول فول على الفطار. وتونه على الغدا. ما شاء الله ما شاء الله. لا هي التونه كمان يعني اوبشن موجود وسهل، ويعني ممكن بقى نتعلم الوصفات اللي فيفيان بتعملها دي بقى عشان يعني برضه. عايز اقول لك التونه ينفع نحطها على المكرونه. هي المكرونه فعلا. سلطه التونه نعملها ساندوتشات كلاب ساندوتش. لا التونه ليها وصفات كتيره قوي. بمناسبه بقى المكرونه، ايوه انا عايزه اعرف كريم بيدوق بقى ويقول بعد كده يسلم ايدي. لا يعني بصي قول لي بقى. طيب انا هروح اسيبك اكمل انا اكمل الصينيه دي كلها. انا هطبخ وانت كل. انا جايبك اغذيك. حلو جدا بجد، حلو قوي فعلا. حته اضافه الكريمه مع الفلفل المشوي بتنجان مغيره الفلفل فعلا. وبعدين انا ما بحبش اخليه صوص خفيف، لا انا بحب اخلي الفلفل المشوي باين، هو باين كده. يبقى بيدي طعم احلى كمان. لا بعدين فكره المكرونه والله. لا تسلم ايدك انت، يا نهار ابيض. لا والمكرونه مع البتنجان كمان يعني انا بحب جدا المكرونه البتنجان، ومن الحاجات اللي اعرف ادخل للولاد فيها البتنجان. بص صفوت بيقول لك ايه رايك؟ خطيره. طبعا طبعا يعني والله اهو اكل اهو قدامكم بيطلع والناس بتدوق. عشان في ناس كتير تقول لي بصراحه اكلك بيعجب، ناس مش عارفين طعمه. بيقول لك يعني بيقول لك الشكل بس، صح؟ يعني شكل الاكل حلو قوي لكن معرفش ممكن يبقى طعمه عامل ازاي. لا انا هنا ممكن يعني اشهد لكم يعني ان الريحه والطعم حاجه تاني خالص. واشهد شاهد من اهلها اهو. بص هنا بقى علشان انت بتحب التونه. انا بقلب التوم شويه، فيه شويه زيت زيتون، بحط عليه التونه، التوم، بقلبه شويه زيت زيتون، وبعدين بحط عليه التونه. ماشي. بعدين حطيتي بعدين احط عليه المايونيز والليمون. بس كده تقليبه خلاص، وروح رفعها من على النار. ماشي. هو ده الصوص اللي انت كنت بتسال عليه، اللي كان في الساندوتش. وهو بقى المره دي مش هنعمله ساندوتش، هنعمله بقى ايه حشوه. واحطه بقى هنا
تمام. بص الريحه بقت مختلفه ازاي. انا عندي سؤال. اتفضل. بمناسبه يعني الفلفل فلفل الالوان والتونه بقى. حط معايا علاقه الفلفل علاقه الفلفل بالتونه ايه؟ بيحبوا بعض قوي. صح. بيحبوا بعض قوي. لا بجد الفلفل هي التونه بتحب اضافات كتير. لا يعني انا دايما يعني التونه بحس ان هي لازم تتاكل الدرة. لازم تتاكل بالفلفل وتحب الذره جدا يعني ما احسش وحتى يعني اي تحب البصل في اي مكان اي ساندوتش ممكن تحط لي بقى شويه بصل. اي ساندوتش مثلا تونه يقول لك لازم يبقى فيه ايه؟ فلفل. طيب نكمل ال سيب بقى سيب حب سيب حب. مرتي بتقول له كمل مامتي. بصراحه حقك. يلا قلب بقى. انا شاطر قوي في التقليب. ما شاء الله ابننا شاطر في التقليب. وبعدين بقى يا كريم فالالوان فلفل الالوان فعلا. بص هو انا دايما بقول ان كل ما كانت الحاجه ملونه كل ما كانت طعمها حلو قوي. مظبوط. وفايدتها عاليه جدا. بالظبط. يعني بقعد اقول اقل الفيتمينز. يعني كل حاجه عندكم في التلاجة حطوها ما تستغربوش ان ده على ده. لا بجد حطوا كل حاجه على في التلاجة عندكم وحطوها الطعم هيطلع حلو قوي. بس يبقى في عندنا سنس كده يعني مش كل حاجه بمعنى كل حاجه. لا يعني احنا بنبقى عارفين ده نحطه ازاي على ده فيعملوا ميكس حلو. الخضار متحط مع الفاكهه. بتحب السلطات اللي بالخضار والفاكهه؟ يعني في بعض الحاجات اللي هي ممكن يبقى فيها رمان تفاح. يا سلام. انا ناس دلوقتي بقى طالعه موضه برده شويه خوخ لا مشوي. الفراوله دي انا اول مره. يا نهار ابيض لازم بقى اوريك سلطه السبانخ بالفراوله. لا دي انا اول مره. دي عظيمه يا كريم دي تحفه. عارف المزازه واللذاذه مع بعض كده. يلا بقى نحشي. نحشي يلا. انا لاول مره يا جماعه هجرب ان انا احشي. الناس دي بيعملوا فيا ايه؟ دي حشوتها بسيطه جدا. اولا دي تنفع وصفات برضو صيف. تبقى حلوه جدا. بوفيهات ممكن على البحر تبقى لطيفه فعلا. جدا جدا اهو. يلا حط انت في الاصفر وانا حط. اعياد ميلاد حاجات برضو بتبقى لذيذه قوي. ويا كل واحد هياخد الفلفلايه بتاعته. بص لونها عامل ازاي وريحتها حلوه قوي. لونها حلو جدا يا جماعه يعني كل حاجه جداً. فيها التونه والبصل الاخضر والذره يعني وطعمها بيفرق على فكره بالتقليبه على النار بشويه الثوم والزيتون. حاطه زيتون هنا اخضر. حاطه زيتون اخضر. طيب لا قولي لي بقى على موضوع انت في سلطات تانية بتقولي على بالفواكه. والخوخ. الخوخ والتفاح بقى. على ايه الخوخ والاناناس؟ الخوخ بحطه مع جبنه حلومي بشويها وجرجير. مش عايزه اقول لك. وعايزه اقول لك برده من السلطات الحلوه جدا الفراوله مع الجرجير. لا انا مستغرب موضوع الفراوله يعني انا اسمع على موضوع تحفه. اسمع عن موضوع التفاح والرمان والاناناس طلع موضه دلوقتي بيتحط كمان دلوقتي في كل حاجه. والاناناس طبعا يعني في السلطه بيبقى حلو جدا والتفاح. لا بص يعني انا ما بقفش عند ايه عند اي. والعنب يا نهار ابيض. العنب برده دلوقتي في السلطات بيبقى. والبطيخ. البطيخ معروف ان هو دايما الحاجات اللي هي السويت اند ساور دايما البطيخ يبقى فيها. بص بقى دي لازم برده تدوقها. بصوا يا جماعه الشكل اللي هنا بجد. الالوان الاصفر والاحمر مع التونه بقى والبصل الاخضر عامل شغل عالي قوي. بقدونس. ممكن حضرتك تدوق لنا. حاضر. ممكن تدوقها لنا. بص بص طبقه. انا عشان يبقى طبق متكامل. صح. منيو على فكره لما بحب اعمل اكل بحب اعمل ايه منيو كده يبقى مع بعضه علشان الناس ما تحترش. الله تسلم ايدك. لا دي حلوه قوي قوي قوي. الف هو بيعشق التوم. حلوه قوي. بص بقى صفت هيوقعنا في بعض. قال لك يعني اللي فات ما كانتش حلوه. سمعته ما انا عارف ما انا سمعته بيقول لي يعني هي اللي فاتت ما كانتش حلوه زي دي. لا الاثنين حلوين قوي. لا انا هقول لكم اصل انا بحب التونه يا جماعه بزياده ف هو من من الاشخاص اللي بتحب التونه جدا فانا مسامحاه ان هو حاببها بزياده. رشه فلفل بقى عليها. يا سلام. وبعدين عشان كمان حر. فيها حته برضو سبايسي شويه. الفلفل. طبعا. طيب ايه رايك بقى نحشي الفلفل بالجبنه.
كمل انت اكلك زي ما انت. لا ده انا والله لا انا بقيت شاطر قوي في الحشو دلوقتي. ادوق معاك عشان انا كمان بقيت شاطر في الحشو دلوقتي فلازم نجرب. والله تسلم ايديا. حلوه جدا. احنا بنقول نقفل الحلقه على كده وناكل وناكل عشان مش لسه ورايا حلقه ثانيه. لا حلوه قوي بجد تسلم ايدك. واكيد انا محتاجه غذاء تحفه. احنا فعلا قاعدين بناكل وسايبين الحلقه. يعني مش هنعمل فلفل؟ انتوا قدامكم قد ايه يا شباب؟ اجيب الفلفل. يلا طيب. نحشي الفلفل. نحشي الفلفل. هو اصل الاستاذ صفوت لقى ان انا بقيت شاطر جدا في الحشو. قال لك ايه؟ نستسلم. يلا نحشي. طيب هات بقى المقادير دي هنا بعد اذنك يا كريم. بص يا كريم ده فلفل حار هنحشيه بالجبنه وهنسويه على البخار ماشي، وبعد كده نروح حاطينه في برطمان ونحط عليه زيت زيتون. ما بيني وما بينك التجربه. ماشي. طب وهي جبنه ايه؟ جبنه فته. ماشي، ممكن نحط جبنه اسطنبولي. خلاص طيب تعالوا بقى نقول المقادير زي ما انتم شايفين. فلفل حار احمر واخضر، محضره هنا ميه سخنه، وهي محضره هنا ايه مصفى. خلاص. وبعدين عندي هنا الجبنه الفته حطها في كيس حلواني عشان تبقى سهله عندي. وحبه البركه وزعتر وزيت زيتون وبرطمان. ماشي. انا هعمل ايه بقى؟ احنا هنقطع هنا اهو. السكينه دي كبيره قوي. دي سكينتي ده ما حدش ينفع ياخدها. لا دي سكينه سكينه يعني. لا بص يعني ما بهرجش. لا بس ما حدش يفكر. بس ان انا كنت من الشخصيات اللي بتترعب من مسكه السكينه بجد. والله دي غريبه جدا. يجي لي يعني. فوبيا كده لا كنت وحشه جدا وفاتحه ايدي قبل كده بالسكينه. طب وبعدين حصل ايه؟ حسيت ان لا انا لازم احب السكين. ماما يعني ده لازم اعتقد يعني اعتقد مهمه في المطبخ. انا لازم احب السكينه علشان هي تحبني. ولقيت ان لازم تكون السكينه حاميه علشان ما يحصلش منها كوارث. فاهم حاجه تكون السكينه حاميه مش هيحصل بجد حوادث. لكن السكينه البارده بتفلت، فلما بتفلت ايه اللي بيحصل؟ بتعورك. لكن السكينه الحاميه على طول بتبقى موجهه على الحاجه اللي انت عايز تعملها، لكن لو برده تروح فلته فمعوره ايدك. فعلا فاهمني. بس يعني ليها طريقه. يعني. بس فلقيت ان انا لازم احبها. ما ينفعش تفضل العلاقه ريحه عامله ايه. ريحه الفلفل الاحمر يعني الحراق. عايزه اقول لك الوصفه دي انا بحبها قوي قوي. بمناسبه فاكره ما كنت بحكي لك ان انا بحب علم الفضاء وما يعني رضيتش تقولي انت خريج ايه. لا ما رضيتش اقول. التشيلي بيبر ده من الحاجات اللي هم دلوقتي قدروا ان هم يزرعوها في الفضاء. ده انت ايه ده؟ ده انت يعني حاجه من الحاجات اللي هي يعني في المستقبل البعيد البعيد بعيد يعني لو قدرنا ان احنا نطلع. بس ما زرعوش غير ده والله. حتى لو ما زرعوش غير ده انا موافقه عشان انا بحبه. ده دلوقتي بس يعني. هما تقريبا لو اكتر حاجه العالم بيحبها. لو اكتر حاجه انا بحبها. مش معنى اشمعنى؟ لا مش اشمعنى دي مش عارف، بس هي فعلا من الحاجات اللي هم قدروا العلماء ان هم يزرعوها غالبا. يعني قدروا ان هم يوصلوا الوصفه ان هم يزرعوها في يعني الظروف المناخيه مثلا. بالظبط. يعني ظروف مناخيه مناسبه يعني. نروح حاطينها كده. بص. ماشي. اوكي خلاص اهي اهي اهي. تنزل 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 لحد ما اوصل لفوق واروح عاملاها كده. ماشي. جبنه فته. دي جبنه فته. اهي شايف. على فكره دي لوحدها تنفع كده وخلله خلاص. وتنفع ان انا احطه على او ينفع ان انا اقدمه كده وخلاص برده. كده فاهم. طب انا عندي سؤال بقى. اتفضل. بتجيبي الوصفات اللي هي بص اللي فيها طبعا في حاجات بتبقى عالميه فيها شويه ابتكار وفيها في حاجات مثلا تقعدي تجربي. طبعا تقعدي تجربي وما تنفعش وبعد كده اجرب حاجه وتنفع. وفي حاجات بتبقى انسبايرد مثلا من وصفه فاهم انا باخدها اخليها متناسبه مع الـ المطبخ بتاعنا. او امكانيات كل ست مصريه. فاهمني. لكن في حاجات بتبقى بعيده خالص انا بمصرها بقى.
مش بخليها مناسبة جدا لي. بتشوفي ايه المقادير اللي عندنا مثلا وتعمليه تبدلي بالظبط. انا ما بحبش يا كريم اقول وهنحط لبن العصفور لا ما بحبش كده. انا بحب الناس ايه تكون بص بقى بحط ده كده ماشي على البخار اهو يا دوبك حبه قليلين جدا اهي خلاص اهو واجيب بقى البرطمان عندي. بحب بقى الوصفات ودي الحمد لله اكتر حاجه الناس برضو لقت ان ايه حاجه مش صعبه يعني بصراحه يعني انا يعني بشوف كومنتات ناس تقول لي بصي احنا بناخد المنيو بتاعك النهارده ننزل نعمل نشتري الحاجه اللي نعمله بكره. ليه؟ حاجات كلها متاحه سهله يعني انت احنا كنا محضرين اي حاجه؟ ما بالظبط هي دي كلها حاجات موجوده في اي سوبر ماركت في اي حته يعني سهله يعني زي ما كنت بقول في الاول انه فكره انه الاسعار بتاعه الاكل اللي هو مفروض صحي جدا الاسعار عاليه جدا دي حاجه مش حقيقيه. كل الحاجات اللي اتعملت هنا النهارده الوصفات كلها حاجات صحيه يعني المقادير كلها بسيطه يعني بالظبط ما جبتش حاجه علشان اعمل. بالعكس انا بحس ان الاكلات النباتيه موفره جدا جدا بالزبط. يعني ايه علبه تونه يعني ايه شويه مشروم اكيد مش في غلو الايه. بصوا طبعا دول حبه قليلين انا حطيت هنا الفلفل واحده حبه بركه واحده ايه زعتر ماشي ودول حبه صغيرين خلاص. المفروض ان احنا بنملى البرطمان ده على الاخر وبنغرقه بقى بزيت زيتون ونسيبه تسحب منه بعد ما عندي هنا الفلفل يطرى من البخار بعدين بحطه هنا واتفرج بقى على الحلو ده لازم تدوقه ده لازم نجربه كريم نورتني انا حقيقي يعني الحقيقه انبسطت معاكي جدا النهارده. يا رب تكون انبسطت. انبسطت جدا جدا وتكون تجربه حلوه. كمان تكون انبسطت. لا حبايبي انا عارفه ان هم اكيد هيبقوا مبسوطين. هو انبسطوا يعني بوجودي يعني اكيد هيبقوا مبسوطين يا كريم والله انت اضافه لاي مكان. ربنا يخليك وربنا معاك وتسلم ايدك على كل الاكل. منور صباح الورد. ربنا يخليك ودايما محقق كل احلامك. ربنا يخليك والمره الجايه بقى المفروض يعني نستضيفك بقى في برنامج صباح الورد. هروح لاصحابي واصدقائي. نورتني يا كريم. ميرسي يا رب تكونوا حبايبي اتبسطت في حلقه النهارده مميزه ولطيفه وخفيفه وكان منورني فيها كريم حاتم مذيع صباح الورد بقناه تن تي في. انا اتبسطت جدا بالحلقه رب تكونوا لقيتوا فيها معلومات وبس روح خفيفه يعني حتى لو ما طلعتوش باي معلومه مهمه بس تكونوا انبسطتوا معانا بالوقت. اشوفكم بكره ان شاء الله في حلقه جديده على قناتنا تن تي في برنامجكم كل يوم اكله من واحده لاثنين والقعده 7 صباحا. بحبكم جدا اشوفكم على خير. باي باي.